ليه بتنطي مراحل كده بلا داوة؟ بلاش الدنيا قفش كده، واحدة واحدة. احنا هنا في ملقف والودان مفيش اكتر منها. ايه؟ انا عشان اثبت لك ان احنا مش هنختلف في اي حاجة. بتعمل ايه عندك يا بنت؟ القهوة فارت 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 فارت. ايه ده؟ انا فين؟ الحاجة ضوية في خميس. انا اللي جابني المطبخ. مفاجأة يا بنت بالنسبة لك، مش كده؟ شو؟ انا مش قلت شغل المرقعة والمياصة ده مش عايزاه في بيتي؟ خلاص؟ قلعتي برق الحياة؟ ايه ده؟ كرامة؟ ايه؟ خرست ليه؟ ما تتكلمي. اصل انا كنت بمشي وانا نايمة يا حاجة، وبعدين المعلم كان عالجني، بس الظاهر ان الحالة رجعتلي من تاني. نعم يا روح امك. ايه ده؟ ايه العبارة؟ اسأل مراتك. مسكينة يا خال، مش طلعت بتمشي وهي نايمة؟ الحقني يا معلم، مش الحالة رجعتلي من تاني. حالة؟ تاني؟ الله، لا 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 الله، احنا مش كنا علمنا الحكاية دي؟ الله، كان بيجي لها داء كده تمشي وهي نايمة، بس احنا عالجناها، لكن الظاهر ان الداء لسه قافش فيها. هو لسه قافش فيها، بس ربنا هيشفيها ان شاء الله. ادعوا لها. امين يا رب. ارقيها حاجة، ارقيها. عجبت لك يا زمن يا مسهل. ايه يا براء، يا ترى جاي كده فاضي ولا عندك اخبار تفرحني؟ ابويا يا ستي هيتجوز، بس عامل حفله مزاجي عالي قوي. انت شكلك سكران وجاي تكمل عليا. يا ساتر، ده بدل ما تقولي لي مبروك عقبالك. هو انت ناوي تعملها تاني انت كمان؟ وليه لا؟ عيب يعني ولا حرام؟ ده انا اعملها تاني وتالت ورابع لو حبيت، مش حق الشرعي. ده اسمه ايه ده؟ بقولك ايه، ما تهدى عليا شويه، اوعى مخك يحدفك لحته شمال، لحسن هتلاقي نفسك طاقش في حاره سد. وليه الجو الغامق ده؟ مش كنا حلوين مع بعض وقلنا هنبقى جيران ونفتح البيبان على بعضيها؟ ده حتى بيقولك الجار اولى بالشغل. احنا اصحاب مصلحه واحده وبيننا طار مشترك، وانا معاك كتف بكتف لحد ما نطلعه من عين افندينا. ماشي يا روما، يبقى مبروك على ابويا العروسه ومبروك علينا يا افندينا. سلمت عقلك من الطيران، اوعى تقول على نفسك كده تاني، ده انت زنت الرجاله ونورتهم كمان. اتكلمي يا شور. يا راجل بالراحه عليا شويه، الخضه مش كويسه للي في سني. وبعدين ما انا بتكلم اهو، هو انا من ساعه ما دخلت الاوضه بطلت كلام؟ شو انجزي، ما تخنقونيش. بنجز هنجز وجايه لك في الكلام. اخصى عليك، هو انا كنت امتى خبيت عنك حاجه؟ اصل انا وانا ماشيه رايحه للمطبخ لقيت اختك وخميس عمالين يتودودوا في الكلام، وبعدين فجأة كده لقيتهم بيقولوا اسمك في وسط الحكاية، فقلت لازم نعرف هما بيقولوا عليك ايه. وكانوا بيقولوا ايه؟ ملحقتش، خايبة داخلة تسحب وقمت متكعبلة وحسوا بيا. بس انت عجبتني قوي انك دخلت معايا في اللعبة، ده انت سلبتني كده من وسطيهم. ايه؟ هتفضل قاعد كده زي الددمان؟ مش هتيجي ننام؟ نام؟ نام ايه؟ وانا عدي يجيني نوم؟ ما انت مطيره النوم من عيني. ليه؟ كل ده علشان خايفه عليك وعايزه اطمن. لا يا حبيبتي مش عشان تطمني، عشان التقليعه الجديده اللي انت طالعه لي فيها اليومين دول، كل ليله تنامي وتديني ظهرك، وانت عارفه ان انا النوم بيعصاني وانا مش في حضنك. طب تعالى كده، تعالى وريني النوم هيعصاك ازاي النهارده.
هاتها جمال يا رب يا رب. ضربة معلم بصحيح. عيب عليك يا حاج، ده انا ابنك برضه. لا حقيقي المرة دي عجبتني قوي. ايوه كده، خليني احس ان انا مخلف راجل بحقه حقيقي. كوتشين صباح الفل يا معلم. بس خلي بالك دي علمة، يعني بمية وش وبمية كلمة. على نفسها يا حاج، ده انا براء النوح فضلت وراها لغاية ما خليتها زي العجينة بين صوابع دول. رمانة وبدران هما اللي في ايديهم حبلة يا فندينا، لو قفشت الاتنين يبقى قفشت طرفين الحبل. شد من هنا مرة ومن هنا مرة، هو بقى يفرفر في النص. يبقى نكي بالمرجيحة. ومرجحني يا معلم. أيوه. اشتكني يا معلم. أنا شقلع مش قلتلك ضربة معلم. يخرب بيتك نششتي دمي مرة من نفسي انشف لك دمك. يخرب بيتك اسكتي خالص، تعالي هنا لحد يسمعك. تعالي انت بنتي بتقلديني ولا ايه؟ شكلك سمعتي حاجة. رمانة ايه؟ الكلمتين اللي قالتهم للبت سعاد عروني قدام نفسي. عرفت من روحي يا اخي من اللي انا عايش فيه. هو انا وحش قوي كده خميس؟ خميس 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 اصحى. هو انا وحش قوي كده؟ مصيبه بدر الله يكون ضميرك صحي كده يا ابني. شغلنا هيقف، مصالحنا هتتعطل. انت حلو يا حبيبي، انت حلو وجميل وجميل قوي. مش هو حلو؟ هو مين؟ نهار ازرق على الدماغ الخفيفه، واحنا لسه ابتدينا. ده يا دوب خمس ست اطقم اللي شربناهم. الرجاله راحت فين؟ على الوصول. يجوا بالسلامه، يجوا بالسلامه يا بغاشي. هو انت بتخلينا نضرب في اي وقت كده؟ يا ابني دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى. لا تطير منك وتفك. واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومه تعرف قيمه الدماغ كانت فكتها علينا شويه وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم بيتكلم بيتكلم، وفي الاخر كله شمال. ايوه كده، هزم هزم يا كبير واصطبح. الرجاله دوم في السكه. وصلوا بالسلامه ان شاء الله. وصلتك الامانه يا بجوشه؟ طمنت على اصوات؟ انت خيرك ما خلقنا يا باشا، بس في حاجه صغننه قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف. ومصيره يكبر. ويبقى اكبر منك كمان. ايه خير؟ عندك انت كمان مشكله ولا واحد عايز تديها استماره سته زي حبيبنا اللي ضميره صحي؟ احنا يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحه الابديه. اهو ده الكلام. سامع يا متر؟ بقال الله يا حبيبي. هاتك الباقي دي على اخر الاحزان ان شاء الله. ممكن اكشف حاجه وحشه. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو انا مت؟ يعني محدش قال لي. ايه الاخبار؟ هقول كده ولا فخنا لوحدينا انا وانت؟ قول عادي. بدران ده في مقام
ابن اختي. ابن اختك؟ الصغيرة ولا الكبيرة؟ المتوسطة. اه يا ابن المتوسطة. ايه العبارة؟ 6 شهور. مالها؟ الطاقة صعب يخصك وبتنكش وراك كبير. اه صحيح، الست شهور بتروح لست بتاع الدجل وشعوذة ساكنة في البيت اللي قصاد مكتبي على طول. مرة شفت معاها الست كرامة بس نسيت اقولك. مش دخل ده في كلام بجاش يا متر. لا ما هو من كام يوم شفت عند الست دي مطرة مرات براءة النوح. مطرة مرات براءة النوح. يعني ينوبك ثواب. اه بس الحكاية دي فيها قرشينات زيادة مسامة. مش مشكلة، كله على حسابهم وكله على النوتة. اسمها ايه؟ هي اللي مرمية هناك دي. شوف مكلبشينها ازاي كأنهم مكلبشين عربية واقفة صف تاني. اسمك ايه؟ سعاد؟ الله على اللقاء الدامي ده، انتوا طلعتوا تعرفوا بعض من زمان. زمان قوي. عارف انا خطتي ايه يا خميس؟ نعمل فرشة رمادول وعائلته الكريمة في السوق. ده طعم عشان الزبون اللي ليلة في سجارة ولا في ابيض ولا بني. بعد كده شد الاحمر من السوق عطشه، تلقى الزبون بيدور على حاجة يعبي بيها دماغه بس يا عين امه ما يلاقيش. طبعا لان ولا البني ولا اي حاجة من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرهوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. بيزا اوف كورس. براون شوجر. ايه يا باشا؟ براون شوجر. بي اس. البي براون والاس يعني شوجر. يس. انت فاكر ان احنا هنقعد نشتغل في الشريطه ابو 30 و40 جنيه؟ دي مجرد فرشه زي ما انتوا بتقولوا، هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق بقوه. هما يفرشوا وما عليك تحضر التقيل لوقت اللزوم. بكده يبقى اختصرنا الزمن والمسافه. احنا لسه هنستنى زبون يلف سجاره ويخش على حجرين وحلاني بقى على ما يشد خطين. احنا كده بنساعده. هي اول برشامه وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروش. ويبقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان. يتوب علينا ربنا. برنسيسا. هاي داد. اه حبيبتي. هاي خميس. مش برضو خميس؟ افندينا. خميس افندينا. اه حبيبتي، عجبك السبا؟ ظريف. مادام عجبك هشتريهولك. ثانك يو. انا هغير وخارجه على طول. بس بيخلي بالك وانت سايقه. اوكي سي يو ليتر. باي باي. كنا بنقول ايه يا خميس؟ سي يو ليتر. اليجيتر. ده ليها كماله. عارف يعني ايه اليجيتر؟ يعني سامعها قبل كده بس. البوزه. اليجيتر يعني تمساح. تمساح. عارف دهان التمساح؟ يا دهان التمساح يا باشا. دهان التمساح ده ابويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزه تشد وتعلى. يا باشا ما تدخلني معاك في الاسبانة هتجيب البرنسيسه ده. شريك يعني. ما شاء الله. انت عارف يعني ايه سبا؟ فاكهه برضه؟ امال ايه؟ سبا يعني موزه مقشره، مكان تروح ويفضلوا يدلكوا فيك لغايه لما تخرج زي الموزه المقشره. السلام. زحلقه يعني. تضرب صفاه بلبن هتزحلق جواه كمان. لا يا باشا ده انت حكايه. يتوب علينا ربنا. بلغك اللي عمله الباشا بتاعك. كنت عارف انك جايبني عشان كده يا سيدي الناس. يعني بلغك؟ في السوق بتاعنا مفيش حاجه بتستخبى يا عم، الجمال كلهم. وانت ايه رايك؟ أنا في الليلة دي كلها مجرد مرسال،
انا بلعب في تيم تاني براكو يا معلم. بس انت قريب من الباشا ومفيش اقرب من اللي زيك لمزاجه. مالت انت ممكن تاخد مني فلوس كتير قوي من غير ما تأثر على مكانتك هناك. اشبك ايدك في ايدي يا معلم وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. انا مفيش واحد على كوكب الارض كله بيكره خميس افندينا زي. ومش بس كده، هو الوحيد اللي بوظ لي اكتر من الشغلانة عشرة وليه عنده بدل الطار الف. حلو قوي كده، احنا الاتنين على خط واحد. بس ما تاخذنيش يا معلم، يعني خميس افندينا عرف يخش للباشا صح. ومش بس كده، الباشا معتمد على اهله وعزوته وناسه، هم اللي مساندينه وبيحموه في ظهره. مؤاخذة يا معلم، يعني انت مشكلتك في ابنك براءة، هو الوحيد اللي هزز صورتك في السوق وده اللي سمح ان الباشا يديك كتف. وما تعرفش خميس افندينا عامل ايه للباشا، تحس انه ساحر له، وصف له وصفة، عامل له عمل حاجة كده تحس انها هو رأيك ايه يا مرض؟ وانا بعد جايبك علشان تعقدها ولا علشان تحلها؟ انا هقول لك على الصحة بعد. خميس افندينا دلوقتي في حمايه الباشا، ولو حصل اي حاجه لافندينا الشبهات والشك والريبه والضغينه هتحوم حواليك. يبقى المنطق بيقول ان احنا نلعبها صح، باسورد نعديها يعني ونطاطي للريح شويه. وبعدين نتفق تحط ايدك في ايدي. اعتبر ايدي في ايدك يا مرتضى. بس ناقص واحد معانا ويكمل مثلث برمودا، مثلث الرعب اللي هيقضي على خميس افندينا. تقصد مين؟ اللي معاه السر كله، بدران الشواب. بدران؟ لا، اذا كان على بدران سيبولي، انا عارف سكته كويس قوي. بقول لك يا باشمهندس مرنا يا فندم. هي دي عربية الفرنسيسة بنت الباشا صح؟ هي يا فندم. صح كده. ايوه. قلت لي اسمك ايه؟ زينهم سعادتك. زينهم. الاقي معاك كلام يا زينهم. اتفضل يا فندم. ايوه. رجل الامن لازم يكون معاه قلم. طبعا. هات ورقة. طب لحظة واحدة قبل سعادتك. لا لا لا، تعالى تعالى استنى. الجيش قال لك ايه؟ قال لك اتصرف. ها؟ خد امسك. ورق ايه؟ ورق ورق. اكتب اكتب بس اكتب. اكتب اللي اقول لك عليه. ايوه انا عارف. اكتب ما تقلقش. اكتب 015 افندينا اللي هو التوقيع افندينا. ايوه. هو ده رجل الامن. ايوه. خطتك حلو. بص انا احط دي هنا بس امان عليك، اوعى ولا تفتحها ولا تقرا اللي فيها ولا كانك سمعت حاجه. تحت امرك يا فندم. اتفقنا؟ اتفقنا. تمام تمام. خد يا خد. بس يا فندم. خد يا زينهم. لا لا خد خد امسك. بطمني عليك. ماشي يا فندم. يلا ما توقفش عشان ما تلفتش الانتباه. ماشي يا فندم. بتشتغل اصلا لؤي؟ خلاص بقى انا زهقت منك، اعمل اللي يريحك. سلام. ما تستغربيش ورقه البفره. ما تستغربيش ورقه البفره. ما لقيتش اسرع منها عشان يوصل الود بمزاج عالي. يوصل الود بمزاج عالي.
دي نمرتي، لو مزاجك تمام كلميني، لو مزاجك تمام كلميني، ولو مش تمام، ولو مش تمام كلميني برضو، كلميني برضو. أفندينا أفندينا. انت بتستعبطي يا بنت، انت فين كل ده؟ والنبي قبل بلف لك على كعب رجليا، لما كعب رجليا فقفقت اعمل ايه؟ مش لاقيه. يا سلام، انت هتعمليهم عليا يا بنت؟ دلوقتي بقيتي تلفي وتدخي عليه ومش لاقياه؟ امال مكان في جيبك ليل ونهار هو فين؟ والنعمه الشريفه شحح يا عضله، ده حتى اللي كنت بجيبه ب10 دلوقتي بجيبه ب20، ويا ريت لاقيين. انا مش عارفه الناس اتسرعت على الفلوس كده ليه. كفايه لا ترحمي نفسك، هاتي خلاصي، هو فين الهبات؟ اتفضلي يا عضله. هاتي فلوسك السودا دي، روحي اعملي لي كوبايه قهوه بسرعه. قهوه وشاي وبرشام وسجاير، انا مش عارفه الليله الطويله بتاعتك دي ما بتخلصش يا عبله. بصي يا عبله بقى، انا هعمل لك لقمه ترمي بيها عظمك افيد من كل الكلام ده. ايه قولك بقى؟ امسكي كاتب عليا فيه، يلا شيليه. ده واجب مني عشان اصالحك بيه، حتى ما انا عارف انك مقياره مني من المره اللي فاتت. بس ده اقل حاجه تعملها معايا بعد عملتك السودا. يا بنت ما يبقاش قلبك اسود كده. بقولك ايه؟ ايه؟ مين الموزه اللي كانت لازقالك دي؟ فتنه؟ اسمها فتنه؟ دي فتنه قوي، فتنه خالص، فتنه على الاخر. البت دي سكتها ايه؟ بتحب واحد من صغيرها وبتموت فيه. ايه المشكله؟ ننطره وندوس احنا. انسى، ده باشا ومعلم وجامد اخر حاجه. يا بنت معلم على نفسه، هو في معلمين غيري في البلد دي ولا ايه؟ انا هنا المعلم والباقي كله زباين. قلتيلي بقى اسمه ايه الزبون ده؟ اسمه افندينا. افندينا؟ يا محسن الصدف. ما لقيتش غير ورقه البفره اللي تقول فيها الكلام ده؟ هي افنديهم؟ ومالها ورقه البفره؟ ده حتى في الخير. بس انت جيتي بسرعه قوي، انا قلت يعني هتتقالي شويه تقابلي فيها كده، طلعتي واقعه. هتقل ادبك، هقفل السكه ومش هتسمع صوتي تاني. وليه بقى اللون ده؟ هتخليني اغير رايي فيكي كده؟ ممكن اعرف ايه معنى الكلام اللي انت كاتبه ده؟ عربون وصال وفتح سكه محبه وربط كلام. ومش شايف ان الطريقه دي قديمه شويه؟ اصل انا غاوي طرب اصيل. يعني ناوي تغني عليا؟ لا يا حبيبي ماليش فيه. ايه رايك في عاده شاعريه قديمه من بتوع زمان؟ مش عارف ليه طالبه معايا اقضيها معاك ابيض واسود. وماله، نقضيها وانت ونصيبك بقى، يا تبقى ابيض يا تبقى اسود. يتوب علينا ربنا. باي. أنا تعبت ومش عايزة صوتي يرجع لي تاني، أنا عايزة أضمن إني ما ترميش في الشارع. أنت بالشكل ده بتهدي كل اللي بنبنيه في علاجك، إحنا كل ما نتقدم خطوة نرجع 10، ليه كده بس؟ مدام كرامة، انت في حاجة عايزة تقوليها ومكسوفة؟ يا بنتي خرجي كل اللي جواكي من غير قلق ولا خجل. يا بنتي انت ست مكتملة الأنوثة وحلوة كمان. كرامة يا بنتي، الأنوثة مش دلع وكلام معسول، الأنوثة هو إحساسك بنفسك، إحساسك بذاتك. سعد بيدلعني،
وبيبقى لطيف قوي معي، وساعات مش بلاقيه خالص وكأنه مع حد تاني. أفهم من كده إنك شاكة إن جوزك على علاقة بحد تاني غيرك؟ صرحيني عشان أقدر أساعدك، ها؟ ياريت تثقي فيا، إحنا قربنا قوي. صرحيني يا بنتي، إنتي خايفة من إيه؟ اتكلمي. ما ترد على الحاجة، قول لها كنت فين. اشتغلوني اكتر، اشتغلوني فهمونك. ما تعرفوش. ما نعرفش ايه يا اخوي، هو في ايه؟ في ايه يا ام سعاد؟ في انكم لبستوني عمه صح يا عم الحاج، الوسطوها وعملت شويتين بتوعكوا لحد ما جبتوا رجلي في جوازها طلعتوا منها بالقرشينات. ما تلم لسانك يا اخينا انت، اقف مع ابوك واتكلم عادي. لم قلت نفسكوا شوية بقى، ولم بنتكوا بدل ما ترموا بلاقيكوا على الناس المحترمة. الكلام ده بقى دول روحك مش ليهم. سيبهم بقى يا اخي في اللي هم فيه. مش كفايه متكومين في اوضه واحده فوق بعضيهم وبيداروا من بلاوي الدنيا اللي مستنياهم؟ انا كنت عايشه عمر كله وسطيهم وراضيه باللي انا فيه، ويوم ما خرجت ونزلت اشتغلت عندك اول كلمه حلوه سمعتها وقلت خلاص هستحمل هم والقرف اللي انا فيه وهد اللي راجل. ويوم ما حبيت تاخد اللي نفسك فيه سبت لك روحي وقلت ده اللي راجل. لكن انت بعتني رخيص قوي، بس انت بقى نفسك ارخص بكتير. انت لا راجل ولا حتى تستحق تبقى ضله. اخرجي انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ استجيبك منين؟ شمال يا زباله. انت بتدورها ليه؟ ايه اللي حصل؟ يا ام سعاد ريحيني وقولي لي في ايه؟ بدل ما تعمل فيها راجل قوي كده وتمد ايدك عليا، بص لروحك في المرايه وقول الكلمتين دول لنفسك. انت اللي عرفتني السكه الوسخه دي بعد ما رميت لي زي الكلبة الجربانة اللي مش لاقي حتى أرض ما تأكل بيها الغلابة دول. انت اللي عرفتني سكة أم سامية دي. وبعدين هتفرق معاك ايه يعني ان انا ماشية عدل ولا حتى ماشية شمال؟ قال لا يا اخي انا محتاجة. انت والجوع بقيت عليا لغاية ما بعت اللي اقدر عليه. لكن انت الدنيا ادتك العلام والشغلانة اللي تاكل من وراها اشتهد وحلال، وسبت كل ده ودورتها شمال. ولا نسيت بقى يا متر ان انا كنت بشتغل عندك وعارفه كل اللي فيها يا بتاع العدل والقانون؟ انت مستغرب ليه كل ده؟ دي نتيجة طبيعية جدا لأي حد بيتعاطى العقاقير دي. بس انا عايزاك تبقى عارف حاجة كويس قوي، اللي بيدمنوا الترامادول دول كلهم في كفة، واللي بيدمنوا نوعية المخدرات التانية في كفة تانية خالص، بس في النهاية كله بيتساوى في قتل النفس. وهو في كفة لوحده بقى عشان كيمياء؟ مش بس علشان كده، عشان عامل زي الوبا بيخش كل البيوت. شايف سواقين التكاسي والاوتوبيسات اللي ايديهم ما بتتشالش من على الكلاكسات، وشايف العيال واقفة على طول في الشوارع بتتخانق، هو ده الترامادول. بيني وبينك الولد خايف يجرب يبطل فيروح للهيروين. ده اعتقاد خطأ جدا، ده لأن الترامادول أسهل إن هو ممكن يخرج من الجسم، خصوصا إن هو مش زي المخدرات التانية ولا زي العادات المميتة اللي في حياتنا، السجاير والشيشة والعادات السلبية اللي بقت على طول حوالينا. دكتورة ليلى، أنا عاوزك تقابلي الولد ده. طبعا يا حضرة الضابط، بس انا مش فاهماك، انت ليه مصر انك تساعده وانت ما تعرفوش؟ بيني وبينك خايف من الخطر اللي جاي. انا برضه عندي عيال. طول عمري غاوي سمك، لكن ماليش خلق على صيده. حكم الصيد ده موهبة من عند ربنا. انت عارف يا خميس، وانا صغيره كنت احب اجري تحت السما وافضل بصة للقمر وابقى شايفاه كده هو بيجري ورايا. كنت اقع واتكعبل والعيال تقعد تضحك عليا، بس انا بقى كنت ببقى فرحانه قوي. عارف ليه؟ لاني كنت ببقى حاسه ان انا لو شبيت شويه هلمس القمر. زي كده غاوي سمك بس مش عارف تصطاده. لا
انا ما قلتش مش عارف، انا قلت ماليش خلق على صيده، انما محسوبك بقى قوي يا ازازه. واللي يجي بالبحر. هو انت دماغك على طول حتفه شمال كده؟ اذا كانت الدنيا كلها حتفه شمال جت عليا انا بقى لعبد الغلبان. على فكره انا عارفه انت عايز مني ايه، ولعبت لعبه الورقه وجبتني هنا ليه؟ شوف شوف، اصلك انت تحب تعمل كل حاجه بمزاج. حصل. حتى بقى لو جوازه ومفروض عليك. مفروض عليا ولا مؤاخذه يعني ما عندكوش مرايه في بيتكم؟ اصلها مش بالجمال ولا الفلوس، دي مصالح بتتلاقى، عامله كده زي ما تكون مفصلات لازم تتعشق ببعضها، وانا بقى مفصله من دول. غريبه انت برضه. انا شوفي يعني شفتك كم مره لحد دلوقتي، يعني مرات قليله بس، يعني بعض سواعي كده اشوفك حاجه وبعض سواعي تانية اشوفك حاجه تانية، يعني واول مره ما بقاش عارف اجيب اخر حد. محدش له اخر يا خميس، كلنا كده عاملين زي التعبين، نحب نغير في جلدنا، وده مش شر، دي طبيعه زمن بنعيشه. بس انا بقى راجل ما احبش حد يفرض عليا حاجه. العمروتي اللي هو ابويا كان شايف كل حاجه من حوالينا، كان عارف بقى مين اللي هيبقى على وش القفص، اختارك انت من وش القفص عشان كان عارف ان انت اللي هتكمل مسيرته، وانت الوحيد اللي هتأمن بنته. بس ده رأي العمروتي ابوكي، انا عايز رأيك انت. اول ما اعرف هقولك يا افندينا. يتوب علينا ربنا. تاخدي صبت ده بقى بينهش المخ ويعلي ادراك الحس. قلبت حالي وسايبنا لالي، جرى ايه يا غالي ما تحس بيا، راضي على ابن النوح اول ليله. ما انت عارفها بحالات ودماغها ضربة حبتين يا برنس. عمال تتدلع ونولع قلبي بنظرات، ما تقولها يا سيدي وتنطق يا جميل وحياتك. عمال تتدلع ونولع قلبي بنظرات، ما تقولها يا سيدي وتنطق يا جميل وحياتك. كل حاجه بالخيله. اسمع مري، خد خرفوش واتفق معاه على النقطة، ونزل له كام رزمة من المكتب خليه يرمي. أوامرك يا برنس. بقول لك وبالمرة نزل كام إزازة على الترابيزة. ده ضارب إزازتين لحد دلوقتي، لا يتقلب مننا ويموت. جويا شلبي. أبويا يا برنس. ما تحس بيا هواك تعب والشوق خانوك يا أفندينا.
كل حلفائه.